لأننا داخلين على أجازات وأجازات عيد الأضحى، وكل الناس بتسافر من قبلي ومن بحري، واللي رايح يقضي الأجازة عند أسرته، فأكتر وسيلة مواصلات أو أكتر إقبال بيبقى على القطارات. ففي مواعيد إضافية للقطارات أعلنت عنها هيئة السكة الحديد، هتشتغل بس لمدة 15 يوم. ممكن تسألوا عليها وانتوا بتحجزوا عشان تسافروا أو هتقضوا الأجازة بتاعتكم. سريعا عشان اللي هيسأل على مواعيد القطارات دي وهتكون شغالة من الفترة من يوم ايه ليوم ايه، قطار 19-42 تلتة مكيفة القاهرة أسوان هيشتغل من 22-6 لغاية 7-7، قطار 19-43 تلتة مكيفة أسوان القاهرة هيشتغل من 23-6 لغاية 8-7، قطار 19-44 تلتة مكيفة اسكندرية أسوان هيشتغل يوم 25-6 فقط، اليوم ده بس، ده إضافي يعني ميعاد إضافي أو قطر إضافي. قطار 19-45 تلتة مكيفة أسوان اسكندرية هيشتغل يوم واحد بس، يوم 2-7. دي المواعيد الإضافية اللي أعلنت عنها هيئة السكة الحديد. اللي ملحقش أنه يكتبهم أو يعرفهم وأنتوا بتحجزوا لمواعيد السفر بتاعتكم تقدروا تسألوا إيه المواعيد الإضافية.